تخيلوا معايا طاحت لي لاكارت وقالوا لي كنت سالوك مليار سنتيم، فين درتيها؟ كيفاش درتي ليها؟ شكون طيح لك هاد الفكره؟ تدبرتي عليها؟ هاد الواقعه ضروري خاصك تفرج فيها، تقدر انت طيح فيها. صحيح مدات واحد الدري زوين ومستيلي ولد الناس، غير هما هادوك الناس الله يحسن العنوان، ناس فقراء وعلى قد الحال، بوا طالب معاشو والام ديالو بحال اي ام مغربيه، ربت بيت مقابله دارها ومقابله سحيمده وخوتو، طبيعه الحال تا هما مكرهوش يقراو ولادهم ويخدموا شي خدمه ويعوضوهم ولو غير قليل، وليني سحيمده عنده راي اخر ودماغو ما كيفكرش كاع في هذا الشيء، القرايه ما كانش داخله في الحسابات ديالو، غادي يساليها قبل ما يبدا، ملي نجح في السادس غادي يطلع الاعدادي السابعه، ضرب فيها العام الاول ما نجحش ويقول والدي اشوف الوالد انا راه ما بقيتش باغي نقرا، غادي نخرج من المدرسه مشي قلب لي على شي حريفه، والدي قالوا لي وتقول ويلي على الهويه باغي يخرج وهو باقي صغير، واش باغي تبقى سطل؟ تسير تعلم وتقرا وخا تخدم وتعودنا غير شويه، هاد السحيم دا ما كانش عنده دماغ ديال القرايه، ويني عنده واحد العقل شبعان تحراميات وقوالب، مهم غادي يعاود العام، غير هي ولا مره كيضرب سويعات كيكاسي ما كيدخلش القسم، واحد شويه ولا كيضرب بالنهار وباليومين، ملي كيبغي يعمر كيمشي كيجيب واحد المراه كتبيع الديطاي، كيدخل عند الحراسه العامه وكيقول لي المراه ديال الوالده عندي، وملي كتعمر لي كيجبد واحد 10 درهم وكيدبر عليها. صحيح دات ولا في ديك القضيه ولا عطالت كسوي ما بقاش كيدخل المدرسه، واحد النهار نيس بغى يمشي يجيب ديك المراه باش تعمر لي، ويني كيتفاجئ كيلقاها ما كايناش، هو ضارب سيمانه ولا فاتا كان عارف بلي غادي يصيفطوا الوالدي بريا للدار ويعرفوا ورا بلي راه ما كيدخلش، وهنا غادي كحله ديك الحيط ديال المدرسه اللي كيقرا فيه صحيح دات ما طويش بزاف، ولو بغى ينقزو سهله، والورقه ديال الغياب بنهار كتبقى تدور في الاقسام، وفي العشيه كترجع للبيرو ديال الحراسه العامه، اش غادي يدير صحيح دات؟ غادي يخليه حتى نهار الحد في العشيه، ظلام يظلم شويه وتوصل ديك السبعه ولا الثمانيه، مهم الدنيا تخوى، واش غادي يدير؟ وغادي ينقز للمدرسه، وغادي يبقى غادي كيتسلت حتى يوصل للبيرو ديال الحراسه، وين العساس ضرب عليه، وليني ما بغى يدير والو، بغى يتسنى دخونا حتى يعرف واش غادي يدير، داك الشرجم اللي في البيرو كان نيت محلول، صحيح دات نقز لداخل، العساس خلاه تدخل وبدا كيقلب ويسد عليه الشرجم، وعيط على المدير، جا المدير شدوه وبداو كيسولوا فيه، علاش دخلتي واش باغي تشفر؟ واش باغي دير كاشي ولا باغي تزور شي حاجة؟ صحيح دات ولو دموع العلام يبكي ويقول يو دير كنت باغي ناخذ غير الورقة ديال الغياب، راني مغيب سيمانة وخفت والدي يعيقوا بيا وبغيت نقطعها باش تعاود الورقة من الأول، ملي شافوا الورقة ديال الغياب لقاو بلي داكشي اللي كاين، داكشي علاش؟ ما غاديش يعيطوا للبوليس، وليني الغد غادي يديروا الاجتماع وغادي يتم الطرد ديالو، ولكن هي النهاية اللي غتكون عندهم مع المدرسة، والدي كانوا قراب من واحد المارشي كيبيعوا فيه داكشي الحوايج ديال البال، وبهنيت كان كيخدم فيه شحال هادي، كان عنده شي معارف تما، قال غادي نشوف مع واحد خونا من دوك موالي الحوانات يخدموا معاه، ويعلموا نية القوالب ديال البيع والشراء، داكشي اللي كان، صحيح دات ولا خدام كيبيع وشري، وكان مويضي، كيدبع على جوج جويه، ودوز تقريبا شي 10 سنين مع داك مول الحانوت، واحد النهار داك مول الحانوت اللي خدام معاه غادي يبغي يمشي يدير واحد العمرة، وغادي يكلف صحيح دات هو اللي غادي يبقى مقابل ليه المحل. وغيولي البيع على يدو والشراء هو على يدو، لان صحيح دات تيق في داك مول المحل، المهم داك مول المحل وصاه بلي راه غادي يجي شي مول سلعه غادي يحط ليه شي بالات ديال الحوايج، عطاه واحد 10 المليون باش يجي مول هذيك السلعه يحط ليه السلعه ويخلصو في داك الشيء ديالو، صحيح دات غادي يكبر كرشو وبديك الفلوس اللي غادي يخلي ليه مول المحل غادي يمشي يكري بهم حانوت جديد وغادي يديرو في سميتو، فجا مول السلعه بغى يحط ديك البالات ديال الحوايج ويقول لي صحيح دات راه وصاني الباترون باش تمشي معايا تحط السلعه في الحانوت الجديد، قال لي مو السلعه واش خلى لك شي فلوس؟ قال لي راه خلى لي واحد 5 المليون تيجي وغادي يكمل لك الباقي، مو السلعه تيخف صحيح دات لانه اكثر من 10 سنين هو كيشوفو في داك المحل، المهم صحيح دات داك المحل عمرو نظام مزيان، اما الحانوت ديال المعلم ديالو راه غادي في الخسران، داز داك الشهر مول المحل جا من العمره ديالو ملي كيدوز من حدا الحانوت ديالو كيبان ليه مسدود، المهم كمل طريقو للدار وسول مولين الدار عندو على صحيح مدات وعلاش الحانوت مسدود، هما يقولوا لي مولين الدار عندو بلي راه جاب ليه السوارج وقال لي راه ما بقيتش خدام عندك، مول المحل على سعد وادو نهار الاول قال له نمشي نضرب طلع المحل شوف شنو واقع فيه، كيحل كيتفاجئ بلي الحانوت خاوي السلعه كاع مشات فيه ما فهم والو، ويجي عندو واحد جارو تا هو عندو محل حداه
قال لي داكشي اللي كاين بلي راس حيمدات خولي المحل ديالو ومشى دار محل راسو وبفلوسو. اذا نصب عليه بقى كيشوف داك مول المحل وقال انا ما غاديش نمشي ندعي عاد البوليس ولا شي حاجه، انا غادي ندعي الله وغادي نفوض امري ليه وان شاء الله انا بغيت نشوفه فيه هنا قبل ما نشوفه ليه. مهم داك مول المحل حل الحانوت ديالو تفاجا بلي مول السلعه حتى هو باقي كيتسالو وعلى ساعدو وعدو وعطاه الامانه ديالو ويني غادي يقرر انه غادي يدقدق سحيمدات ولا كيبيع بالخطيه. مهم يشوف سحيمدات ساد الحانوت. سحيمدات راه معول غير على ديك السلعه اللي عمرها على ظهر الباترون عنده، يعني خاصو يربح فيها باش يعاود يجيب سلعه اخرى. وليني الحانوت ما كانش عليه طلب بزاف بحكم مازال ما عندوش كليان وحتى المعلم القديم ديالو مطيح السلع، يعني الكليان اللي كيجي عند الباترون عنده كيجي يشري وعيني مخمضين وما كيخليش فين عاود يمشي يقلب عند شي واحد اخر. المهم بقى على ديك الحاله داك الباترون تهلك سحيمدات مزيان ولا الكره ما لاقيش باش يخلصو، لان الكره عنده غالي وهو البيع عنده قليل. داكشي علاش يقرر يخوي ديك المحل ويمشي يقلب على شي محل اخر بعيد على ديك الباترون ديالو. المهم لقى واحد المحل وفاش بغى يكري قالت لي ديك مولات المحل ضروري دير معايا عقد الكراء عاد تدخل ليه. قال لها ماشي مشكل انا غادي نمشي نجيب لاكارت ونقضي معاك الغرض باش نمشي نجيب السلعه من الحانوت الاخر. قالت لي سير الله يسهل عليك. مشى جاب لاكارت من الدار وتم جاي عند السيده يلاه يلاه يلاه، وملي كيجي في الطريق طيح لاكارت عنده وفاش بغى يكتب مع السيده خشي يدو في جيبو ما كيلقى والو، لاكارت طاحت لي. وملي رجع من البلاصه اللي جا منها والو ما كيلقاش يا الاتار. صدقه ديك السيده ما كتباتش معاه، ومول الحانوت اللي كان كاري عنده الاول قال لي خوي ليا باش الكاري الاخر يدخل ومن حقه. صدق ديك السلعه عنده جمعه ودار الدار عندهم وحطها بما صايب لاكار. المهم داز الوقت تقريبا شي عام بحال هكا طلع لاكار جديده وليني داك المحل ما بقى كرامة والو وباع ديك السلعه وجا يضرب فلوسها. وفاش كيبغي يخدم عند شي مول المحل حتى واحد ما كيبغي يخدمو على داك الدوسي الموسخ اللي عنده. وليني غادي تكمل ليه الباهيه ملي غادي يجيو قرقبوا عليه البوليس. جو عنده الدرب فين ساكن قالوا لي انت هو فلان، قال لهم هذا، قالوا لي يلا معانا. قال لهم علاش؟ قالوا لي هزي تال تما وغادي تفهم. ملي دخلوا وبداو مع التحقيق اول حاجه قالوا لي فلوس فين درتيهم. سحيمدات كان كيسحاب ملي نصب على المعلم ديالو وديك لارابي وبقى البلان لاصق فيه. قال لهم 5 مليون راني درت بها واحد المحل وما صدقش ليا. قالوا لي تشمل 5 مليون، حنا كنهضروا معاك على 40 و50 و300 الفوق، كنهضروا معاك على الشيكات اللي عطيتها الناس وخديتي في بلاصتهم السلع، فين هما فلوسهم؟ سحيمدات ما فهم والو، او انا ما عندي حتى حساب في البنكة، بقى يكون عندي غير الشيك. المهم قالوا لي انت كذاب ونصاب وكتبول علينا، هبطوا تجيو، وسيمانه هما يطلعوا فيه ويهبطوا فيه، ويني بالفعل، هاد المرة سحيمدات ما دلت حتى شي واحد فلوسه. وليني لاكارت اللي طاحت لي لقى شي واحد وحل بها حسابات في البنكه وفي جوج مدن في المغرب ومن عند جوج شركات. وبديك لاكارت نيت دار شركه وبدا كياخذ سلعه على ظهرها. وصلت ديك القيمه ديال الشيكات مليار سنتيم، وعلى شيكات مفرقه، كاين اللي عاطي شيك فيه 50 مليون وخيد سلعه، كاين اللي خيد 120، كاين اللي خيد من عندهم 100، كله شحال خيد من عنده. واللي غادي يبرأ سحيمدات هو فاش غادي يلاقيه مع واحد السيد هو ماشي ليه السلعه وخيط بلاصتهم شيكات. وملي قالوا لي ها هو جبناه اللي كتقلب عليه قال لهم بلي راه ماشي هو هذا. ويني قالوا لي هذا هو سميه والكنيه اللي كتقلب عليهم. قال لهم لا ماشي هو هذا. وهنايا غادي يرجعوا البوليس البنك اللي تحل فيه الحساب باش يجيبوا لاكارت اللي تحل البيع. وكيتفاجئوا بلي لاكارت فيها السميه والكنيه نيت وحتى الرقم التعريفي، ويني العنوان والتصويره مبدلين، وهادشي هو اللي غادي يخليه يخرج. وهادشي اللي وقع انا ما دايرش عليه بزاف، يعني غير جديد وبزاف الناس تقولوا بهذه الطريقه طاحت لهم تما لاكارت. وصدقوا فيما هي وما لونوها هاد الواقعه ما بغيش نحسبها انا قصه، هادي بغيت نخليها للعبره باش بنادم يحضي راسو. غير هي كيبقى السؤال المطروح اللي بغيت نسولو لكم، ولا شي واحد يكون من اهل العلم وعنده درايه على هادشي نديروا لي نفرض شي واحد طاحت لي لاكارت، واش كاين شي طريقه اللي يقدر يحمي بها راسو ونحمي بها راسي وانت انت تحمي بها راسك؟ ما كرهش انا السؤال يكون عنده الجواب باش يستافد انت وانا واحد اخر. تهلاو في راسكم.